بارك الله فيكم. يقول السائل: رأيت رجلا يدخن فقلت له هذا حرام، فقال إن العلماء كانوا يتورعون في قول كلمة حرام، فنرجو التوضيح. لا شك أن العلماء يتورعون عن إطلاق هذه الكلمة، لكن هذا ينبغي له أن يخاطب أيضا بأن العلماء يتورعون عن الأمور المشتبهة، وهذا أقصى ما يقال فيه أنه أمر مشتبه، مع أن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الدخان محرم، وهذا إنما قاله العلماء بعد بحوث طويلة ومجامع فقهية نظرت في هذه المسألة، وبعد الرجوع إلى الأطباء وأخذ رأيهم وتبين أن الدخان محرم ومضر، وأيضا ما يصحبه من الإسراف، فأفتى العلماء بتحريمه. فهذا عليه إن كان صادقا في وعظه أن يلتزم هو قبل أن يعظ الناس بتوقي الأمور المشتبهة، أن يتوقع هو المحرم. وإذا كان هناك خطأ، فهذا المخطئ بشرب الدخان خطأه أكثر من الذي قال إنه محرم. لو سلمنا أن المسألة خلافية، مع أن الرجل إذا أفتى بشيء أو نقل فتوى عالم سمعه يقطع بتحريم هذا الأمر، فليس هو مما يقول بغير علم، وإنما يتكلم بعلم، وإنما ينقل فتوى من أفتى بتحريم الدخان وهو الصحيح أن الدخان محرم. نعم.